ورجعنا لكم تاني ومع فقرة ما تهمش الستات بس ولا الرجالة بس، دي بتهمنا كلنا من أول ما الولد يبدأ يعمل رخصة ونبدأ كلنا عايزين نتعلم السواقة. الفترة اللي فاتت يمكن ناس كتير عارفة أنا حصل لي كذا حادثة، العربية اتدغدغت أكتر من مرة، وده نتيجة إن أنا بقيت بشوف أخطاء كتير في السواقة، الناس كلها بتسوق غلط، مش عارفة لأنه بقى عدد العربيات كتير والشارع صغير، ولا لأن أصلا إحنا مش متعلمين صح. وانا ارجح ان الناس مش متعلمه بشكل محترم، يعني هو عارف العربيه بتشتغل من هنا وبتقف من هنا فبيروح سايق ونازل ويلا بقى هو ورزقه. النهارده معانا مدرب محترف، شركه محترمه محترمه جدا، سمعتها في اسكندريه طيبه جدا جدا، لان هي مش مجرد بتعلمني السواقه، دي بتطلعني في مستوى الاحتراف، يعني انا بطلع زي الكابتن كده، هو بيوصلني للمستوى بتاعه، كل الخبره اللي هو خدها في حياته بيقدر يدهاني. خلوني النهارده ارحب بباشمهندس حماده بركات، مدير شركه سوق على مهلك، اوعى تسرع، اهلا بيك يا فندم، لتعليم قياده السيارات ومدرب قياده سيارات محترف. الحمد لله رب العالمين. مبدئيا سوق على مهلك، سوق على اسم حلو قوي. بالظبط. لا انت ذكي في التسويق على فكره. ربنا يخليك يا رب. ده حقيقي. الحمد لله. اشمعنى سوق على مهلك؟ يعني اشمعنى الاسم؟ يعني دايما بيبقى البركات لسواقه السيارات، الرحمه لتعليم القياده كده يعني. هو اسمه مشتق اصلا من القياده، يعني سوق على مهلك، لو سوقت على مهلك هتوصل اسرع، مش شرط ان انا اجري بعربيه عشان اعرف اسوق. فهو فهم كاريزما السواقه نفسها اشتقينا الاسم ان احنا فعلا نقدروا نوصله حاجه كويسه جدا. حلو، ده اللي انت بتعلمه لي. بالظبط. انا اسوق على مهلي اشغل دماغي طول الوقت. بالظبط. ومش معنى ان انا اسوق على مهلي ان انا اسوق بالراحه او اسوق بطيء، لا، الفكره ان انا ابقى هادي في تفكيري، اعرف ادي اداء كويس وابقى حافظ على عربيتي كويس جدا. حلو جدا. دي حاجه مهمه يعني. طبعا انتوا بتتبعوا منهج في السوق غير كل الشركات او المدارس اللي بتعلم السواقه؟ طبعا. كله طبعًا بيروح عن تجربه، هو اهو الفتيس وهو الفرامل ويلا هوبا يلا انزلي بقى. بالظبط. انت مختلف. بالزبط. انت بتخاطب عقلي، بتشوف بالزبط. الشخصيه، انت وانت بتتكلم معايا لا شوف بس هي ظروفها عامله ازاي، هو عنده فوبيا ولا لا، لا دنيا بالزبط. مختلفه خالص. بالزبط. عندنا دراسه وتحليل للشخص اللي قدامي او العقليه اللي قدامي ازاي. في ناس بتيجي لنا متسرعه جدا، ناس بتجي لنا عندها فوبيا عاليه قوي من السواقه. انا عندنا بيخافوا، هم ماشيين، انا هخاف ازاي همشي بين العربيات، بالظبط ازاي هبقى اعرف امشي واخد غرزه بين عربيه وازود سرعه العربيه او امشي على البحر، الف اواركن يا خرابي، او اخد دوران. الكلام ده كله احنا بندرسه كشركه ومع اداره ومع كباتن، وبنقدر نحدد الاخطاء اللي عند العميل وبنشتغل عليها. دي بحاجه فرديه انت بتحدد؟ ده اخطاء فرديه كل حد. عميل طبعا طبعا كل حد. في حد مثلا يقول لي مثلا انا وانا ماشي، انا لما العربيه بتجري انا ما بعرفش اسيطر عليها، بتوتر. بالظبط. في واحده ثانيه تقول لي وانا ماشي انا بعرف امشي، بس حركه الدريكسيون يمين وشمال انا العربيه بحس ان العربيه بتلعب معايا يمين وشمال. كل حاجه لها رولز احنا بنقدر نشتغل عليها. والفكره بقى عندنا ان احنا عندنا تيم كباتن يعني محترم جدا وفاهم قوي، واحنا الميزه اللي عندنا ان احنا كلنا بنكمل بعض. يعني في كباتن متخصصه في الحصص البدائيه، في كباتن ثانيه بتاخد من الليفل ده تطلعه ليفل اعلى، في حد ياخد من الليفل الاعلى يطلعه حصص ممارسه في شارع، كل حد متخصص. فبالتالي احنا لما بنتخصص في حاجه بنقدر نوصل لنتيجه كويسه، لان احنا المناهج عندنا قويه جدا. وكمان مناهج انتوا مش ماشيينها كده؟ لا لا لا، لا انتوا كل حاجه مدروسه طبعا. وكمان احنا بعد كل حصه احنا بندرس العميل عمل ايه النهارده، ايه الاخطاء اللي حصلت، وهل هو حقق نسبه نجاح عاليه في الحصه دي ولا كانت حصه وخلاص. ما ينفعش يبقى حصه وخلاص، اللي يجي سوق على مهلك لازم يكون فعلا بيعرف يسوق كويس جدا. سامحني يعني انا لازم بس اقول هو دارس علم نفس. تمام. فارق معاه جدا الموضوع، فاهم هو بيتعامل مع شخصيات عامله ازاي. بالزبط. ويتعامل مع كل كاركتر وكل واحد وشخصيته ومشاكله. تمام. ده نفعك جدا وانا طبعا شايفاه. طبعا احنا اهم حاجه ان انا لما يبقى في عقليه قدامي، حد جاي متوتر او جاي خايف او جاي عنده اي مشكله، لما بقدر اوصل لجزء من عقليه عقله واعرف ازاي هو بيفكر، اعرف اديله الحاجه اللي هو هيستصيغها بالنسبه له هتبقى سهله. لما اديله اي معلومه بالنسبه له هتبقى سهله. طبعا. اللي بيبقى خايف هقول له هو انت خايف من ايه؟ تعال نشوف انت خايف من ايه؟ 1 2 3 4. طب احنا الحاجات اللي انا بقول اللي انت خايفها دي انا احطها واجيبها احطها بين ايدك، فبالتالي انت هتقدر توزعها في الطريق. يعني احنا بنقول واحنا ماشيين اعمل طريق لنفسك. انت الطريق للمكان اللي انت تمشي فيه، شوف انت عايز تمشي ازاي واعمل طريقك ليه. المشكله تيجي لي بقى اخطاء غير هقول لك ازاي تتعامل معاها. إذا لما سواق مشروع او تاكسي يجي يزنق عليك، ازاي تبقى انت محترف وانت تزنقه ما تخلوش يزنق عليك.
مش احنا دايما بنخاف النقطه دي. انت هتعلمني سواقه؟ اكيد ان شاء الله. انت هتعلمني سواقه واول مره هطلع من اسكندريه للقاهره؟ لا على ضمانتي على فكره، على ضمانتي. في اكذوبه كده مالناش دعوه بيها بيقولوا قال يعني الستات بتسوق وحش. تمام. تعليم السواقه فعلا للستات اصعب من الرجاله؟ هو ما فيش حاجه اسمها اصعب، هو ربنا خلق العقل للست وحقه عقل للراجل، كل حد بمختص في حياته بحاجات معينه. احنا بنقدر نخاطب العقل، انا قلت لحضرتك ما خاطبش شكل، مش هتفرق معانا راجل او ست. تمام. بس تفرق ازاي اتعامل مع الشخصيه اللي قدامي، وازاي اوصل لها المعلومه، وازاي اخد منها سرعه التعامل في الشارع، ويلا بينا نقدر نسوق كويس وتعتمد على نفسها كويس، وتقدر وهي ماشيه في الشارع لو العربيه اللي ماشيه قدامك لقيتيها ماشيه كويسه، بتاخد نقله حركه كويسه، بتعرف تركن كويسه، مش هتفرق معاك اذا كان ده راجل او ست. احنا بنقدر نوصل للستات فعلا والبنات لمستوى زي الشباب والرجاله ويمكن كمان اعلى. انا عاجبني فيك ان انت بتتكلم مش عليا، يعني مش انا بس وانا ماسكه العربيه. أيه. لا انت مخليني مركزه في واحد جنبي بيغلط. بالزبط. واللي ورايا بيعمل ايه. بالزبط. انت بتمرني على ده. بالزبط. كله بنقدر نمرن كل حد على كل الفنيات السواقه، وكلمه فنيات انا هحط تحتها خطين ان كل فنيات سواقه دي مش معنى بعلم سواقه، اي حد ممكن يعلمك سواقه، ولو عايزه تتعلمي سواقه بس ما تجيش سوق على مهلك، عشان سوق على مهلك ما بتعلمش سواقه. ممكن اتعلم اليوتيوب دلوقتي. سوق على مهلك هتعلمك ازاي تكوني محترفه، ازاي لما تروح تشتري عربيه ما تجيبيش عربيه قديمه عشان 127 عشان نبغدها. بالظبط. عشان تخبطي فيها، احنا ما فيش حد بيخبط عندنا. هتيجي عندنا روح اشتري عربيه جديده. بجد؟ روح اشتري عربيه زيرو، وما تجيبيش عربيه رخيصه، هات عربيه غاليه. تمام. وعلى ضبطنا احنا هنتعامل، لان احنا بنقدر نقول لك الكونسبت بتاع السواقه ازاي تتعاملي كويس جدا في الشارع، ازاي تحافظي على عربيتك، فبالتالي مش هيفرق معاك اذا كنت راكبه حاجه صغيره حاجه كبيره. يعني لو جبت عربيه غاليه. لا على ضمانتنا بجد. على ضمانتي. هتجيب 127 على ضمانتي. لا 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 خالص. طب حلو قوي. طيب انا كست ولسه متعلمه السواقه والعربيه عطلت. بالظبط. المفروض ان انا اروح اخد كورس تاني لتعليم الصيانه، ولا انتوا برضو ممكن تساعدوني في الحكايه دي؟ كل حاجه على الاقل حاجات الالف بي صيانه، الف بي ميكانيكا، ازاي لو العربيه عطلت معاك ازاي تقدري تتصرفي كاسعافات اوليه في الشارع، ما تخليش حد من الشارع يجي لاقيين بنت في الشارع واقفه يلا كله يجي يفتي ودي عربيه كذا ومعاها اطفال بتاع. لا, لا. بالظبط كده. لو انت حصل اي دروب معاكي هتقدري على الاقل تنقلي عربيتك من مكانك لمكان امن تثقي فيه، وتاخدي تاكسي وتروحي، وتاني يوم تبقي ابعتي الميكانيكا او ابعتي اي حد انت تثقي فيه خلصتك العربيه. يعني انا مش هتعلم الاساسيات اللي تمشي لي العربيه. بالزبط. ازق. بالزبط. بس اروح بالولاد. بالزبط. البيت وبعد كده. بالزبط. ربنا يسهل. بالزبط. طيب مشاكلي، اقول لك مشاكلي انا. بالزبط. عندي ازمه ان انا هتعلم السواقه. اروح امتحان السواقه ازاي؟ طيب. وهعدي ولا لا؟ وهاخد رخصه ولا لا؟ يا فرحتي اتعلمت. طيب. واقعد احنا بناخده العميل من اي تو زد، بنديله بيزكس سواقه، بنركبه العربيه من اول حصه، ودي ميزه كويسه جدا عندنا ان انا بركبك يعني العربيه. يعني انت مش بتقعد تتكلم نظري في الاول؟ لا لا انا بديله بس حاجه دقايق نظري، ازاي يتعامل مع الدواسات مع الدريكسيون، يعرف الحاجات دي لو ما كانش عارف الاسامي بس مثلا. بالظبط. يلا بينا نشوف كل وظيفه كل حاجه ونستخدم ونمشي. حلو. السواقه براكتس، اللي يقول لك حاجه غير كده في مصر صعب، ممكن في دول بره نعمل اي حاجات ثانيه. في مصر السواقه عايزه براكتس، عايزه ممارسه، عايزه اتقان في السواقه. اشوف غلطات وانزل. ومن الاخر عايزاكي بنت مخلصه في السواقه. لو انت ماشيه في السواقه ولا والناس لقوكي ضعيفه في السواقه كله هيضغط عليكي ويحط عليكي في الشارع. طب انا ليه ابقى كده؟ انا عايزه ابقى فروة شارع، عايزه ابقى مش انا اللي اخلي اللي جنبي هو اللي يعمل حسابي، لا انا اعمل حسابي للناس كلها وانا اخد يلا من يمين الشمال وعدي. انت بتمرن العقل طبعا طول الوقت. بالظبط. تمام. قلنا الرخصه، انت بتساعدوني في موضوع الرخصه كل حاجه ان شاء الله، اختبارات المرور، وبنعلمك ازاي تتعاملي مع الاشارات ومع السواق واختبار النظري واختبار العملي في كل حاجه ان شاء الله. رائع جدا. اشتري عربيه مانيوال اتعلم عليها؟ تمام. ولا اشتريها تبقى هي اصلا مش محتاجه مني مجهود واتعلم عليها، ما انا كده كده هشتري دي؟ كتير جدا بييجوا يقولوا ان احنا عايزين نتعلم اوتوماتيك عشان سهله. انا اوريدي هشتريها. بالظبط كده. وانا عربيتي اوتوماتيك ومش عايزه اتعلم غير اوتوماتيك وهي سهله، مش هتفرق معايا ان انا اتعلم مانيوال، والمانيوال ده صعب جدا واتعلمت قبل كده فانا خبطت حد او انا بلاقي دبرياش وفرامل تفاصيل كتير قوي. الفكره كلها ان احنا لما قلت لحضرتك احنا بنخاطب عقل، يعني في دواسات وفي فتيس وفي دريكسيون. لما الاقي ان انا وانا ماشي بعرف اتعامل مع كل الحاجات دي كلها، وبنديها لك ستيب باي ستيب واحده واحده، واتقنت الموضوع ده وبدانا نخرج شارع ونمشي بين عربيات وزحمه بالمنطلق ده. لما انت عندك حاجات حاولي تعمل حاجات بتتصرفي فيهم وتفكري فيهم. شلنا من الثمان حاجات دول خليناهم حاجتين بس في الاوتوماتيك. بقيت اشطر. بقيتي انت اوريدي بقيتي محترفه مانيوال وبقيتي اكتر احتراف اوتوماتيك. فبالتالي هتبدا بقى نسبه الثقه
تعالى عندك بزياده، نسبه الاحتراف تبقى تتفوق بقى على اي حاجه. خلاص انا بقيت محترفه طبعا، مش محتاجه بقى ان انا عربيه، لا ده انا هفكر فيها لا ولا لا. حلو قوي. كنت هقول لك سر، كنت بفكر اروح اتعلم سواقه في مكان يكون مقفول على جهاز يعني سيميليتر او كده، لان انا جبانه، انا عندي فوبيا، فقلت ده امن حاجه اتعلم فيها. بالزبط. انا ما اعرفش ده صح ولا غلط، ده هيفيدني ولا هيضرني. بالزبط. استغلك وتقول لي اعمل كده ولا لا. مثلا احنا هنا في مصر يعني لو اتعلمتي واخدتي حصص كتير قوي، انت اي حد من البيت عندك، انت ليه اخدت الحصص دي كلها؟ ده في كذا اتعلمت بسرعه، في فلانه اتعلمت بسرعه. احنا انا عايزه حصتين اسوق. شفتي بقى الكلام جاي ازاي؟ هي دي النقطه. توجعوني لما تاخدي سيموليتر، وانا ده جهاز كمبيوتر بيوريكي شاشه قدامك وعربيه ماشيه، بس مش هديك سسبنس سواقه خالص، مش هيبقى عندي احساس بالطريق. لو انا العربيه الطريق مش ممهد، العربيه تتحرك معاكي، فبالتالي انت مش هتحس بالنقطه دي في السيموليتر. صح. لو اخدت مطب، مفيش احساس بالمطب في السيميليتر. يعني تخيل ان انا صح عايشه كده وبعدين بالزبط. انزل الاقي مطب، انا ممكن يجرالي حاجه، بالزبط. انا ممكن اوقف. بالظبط. فانت احساس العربيه مهما كان مختلف 180 درجه عن الجهاز الكمبيوتر او الموبايل او حتى السيميليتر. انت بتنزلني الشارع، بنزلك الشارع وبركبك على الدريكسيون من اول حصه، انت ما تعرفيش حاجه، بقول لك البيزكس بتاعتنا كلها واحده واحده، ده بيعمل كذا وده بيعمل كذا. بالظبط. ولا اقول لك الوظيفه ازاي، واقول لك عاليه حضرتك هتشتغلي معايا ازاي، هتوظفيها ازاي. مش يلا بينا، مش احنا ما بنتعاملش مع كل الناس زي بعض. بجد. انت حضرتك عقليه حضرتك في خلال الخمس دقائق اللي انا بتكلم فيهم واقول لك النظري، بعرف استشف من حضرتك اتجاه تفكيرك ايه، وبالتالي بديك الحاجات اللي تتماشى مع افكار حضرتك، بحيث الكلمه اللي انا اقولها ما تحسهاش غريبه عليك، تحسيها من منطلق عقلك، فبالتالي تستجيبي ليا بسرعه. اقول ايه؟ اقول ايه؟ ربنا يخليك. مبهوره بيك. ربنا يخليك. والله بجد بامانه، يعني كلام اتحاسب عليه، انا مبهوره بيك بامانه، وباذن الله ان شاء الله انت وعدتني ان انت هتعلمني السواقه. اكيد طبعا. وربنا يستر. وطبعا احنا عندنا وان شاء الله نكون مع بعض حلقات تانية. ما ينفعش ان انت تكون موجود حلقه، انت لازم انت كان نفسي تسمعوا الاعداد بتاعنا، كان نفسي تسمعوا بيقول ايه. بجد انت بتقول معلومات هي ما ينفعش تتقال، بس احنا هنقولها. قبل ما اختم، في تيم وفي شركه عظيمه واقفه في ظهرك، هي سبب سوء على مهلك الكيان ده. احنا كلنا تيم واحد، كلنا بنكمل بعض، ودي الميزه اللي عندنا. عندنا كل كابتن بيبقى مسؤول عن جزئيه معينه، وما بقدرش يعني انا يعني افخس باي فضل حد معانا من الكباتن. معانا الحاج احمد، معانا كابتن اشرف، معانا كابتن عبد الرحمن، معانا كابتن احمد امين، صورهم كمان معانا على الهواء، وكمان معانا كابتن زياد وانسه مروه، دي مرضى اللي ماسكه الشغل. الله الله. ايوه كده ستات. الحمد لله احنا بجد احنا تيم ورك. ده طبعا غير البنات اللي بتبقى موجوده معانا بالنسبه للكباتن. الحمد لله كلنا بقى بنكمل بعض. بتلاقي كل كابتن بياخد جزئيه من الكابتن اللي فات، يدعمه في الجزئيه بتاعته ويرفعه ليفل اعلى للكابتن تاني، فبالتالي انت بتاخدي افكار من كل حد. احنا بقى الميزه اللي عندنا ان احنا لو رحت مكان تاني تلاقي كل، لو غيرت كابتن تلاقي يبدا لك من الاول تاني. بالظبط كده. احنا في ريبورت بتتكتب عن كل عميل، انت عملتي ايه النهارده؟ اخد من اخر ريبورت وابدا اعلي الليفل اللي بعديه، من اخر ريبورت وابدا اعلي، فبالتالي احنا عندنا النجاح في كل حصه، مش نجاح في الكورس كامل. فبالتالي لما انجح واحقق نتيجه كويسه في كل حصه، في نهايه الكورس هبقى انا مطمن على حضرتك ان انت اوريدي بتعرفي تسوقي، واضمنك في اي حاجه، واعرف اتعامل كويس جدا. مبهورة بيك، مبهورة بالشركة، حاسة أنا بتعامل مع دكتور، أنا مش بتعامل مع شركة أو بتعلمني سواقة، لا ريبورت وناس بتتعامل وعلم نفسه وبيفهموني دنيا. إن شاء الله إن شاء الله المرة الجاية اللي تكون معانا فيها يبقى ليك ست فروع في اسكندرية وليك فروع في القاهرة إن شاء الله بإذن الله في كل المحافظات، والناس كلها تفهم سياستك ودماغك، وكل الناس اللي في الشارع يا رب بقى تبقى محترفة، ونقلل نسبة الحوادث. نورتيني جدا يا باشمهندس، إن شاء الله نكون مع بعض في حلقات تانية بإذن الله وسلسلة حلقات كمان. نورتيني. شكرا جدا. هنروح فاصل سريع وهنرجع بسرعة مع ضيفة مختلفة جدا، اوعوا تروحوا في أي حتة.